اداء رائع الحقيقه. يمكن الشوط الاول اداء متميز للاهلي، استحواذ، بتدور انك تخلق فرصه حقيقيه الشوط الاول عن طريق جمل تكتيكيه واضحه. يمكن كان كابتن شريف اتكلم على قبل المباراه عن بعض الجمل التكتيكيه اللي هو شافها من مستر فايلر اثناء التدريبات. واضح ان في شغل بيتعمل، شغل من على اطراف الملعب من ناحيه جيرالدو وعلي معلول، من الناحيه الثانيه برضو محمد هاني واحمد الشيخ، في شغل بيحاولوا ان هم يشتغلوا عليه، في جمل تكتيكيه واضح ان الراجل بيحاول يشتغل عليها. يمكن احنا زي ما قلنا التوظيف بتاع النهارده برضو الجونيور اجاي كان مهم جدا، ان الراجل ده يا جماعه لعيب امكانياته كبير، لعيب بيخلق فرص كمان وبيخلق مساحات للاعيبه زمايله داخل الملعب. النهارده تحركاته تحركات فيرود في الهدف اللي سجله النادي الاهلي الاول. يمكن من وجهه نظري الشخصيه ان الهدف فتح كتير جدا من المباراه، خلى الجيم بالنسبه للنادي الاهلي سهل جدا، خلاك تقدر تشتغل. يمكن الكابتن شريف قال حاجه مهمه جدا، انك انت لما بتسجل هدف الفريق الخصم بيحاول ان هو يعوض او يدخل معاك في الجيم، فبالتالي بيديك مساحات اكتر، بيديك وقت وفرص ان انت تشتغل بشكل كويس، انك تخلق فرص بشكل كويس، انك تتحرك وتستغل المساحات اللي موجوده داخل الملعب بشكل جيد جدا. عشان كده شفنا النادي الاهلي من بعد ما سجل الهدف الاول يمكن اكتر من خمس ست فرص حقيقيه بالاضافه للهدفين التانيين اللي سجلهم بعد الهدف الاول. الشغل اللي شفناه يا جماعه شغل رائع جدا جدا، الربط كمان يا اسلام اللي ما بين الباك رايت والوينج رايت وما بين الباك ليفت والوينج ليفت النادي الاهلي رائع جدا جدا، الاوفرلاب والتيك اوفر اللي شفناهم بيتعملوا النهارده. يمكن جمل كتيره جدا الاهلي اشتغل عليها النهارده، الاداء كان رائع جدا جدا، ما شفتش النهارده في تحفظ في الاداء. يعني شفت النهارده انطلاقات علي معلول بيحاول يشتغل، يمكن النهارده مباراه برده من المباريات الجميله اللي اداها، يمكن بقاله فتره ما شفناش علي معلول، ودي حاجات اللي احنا كنا متخوفين منها واسلام كان بيسال عليها بالزبط. العلاقه هتبقى شكلها ازاي هو وجيرالدو، بس واضح ان الخبره بتفرض نفسها. واضح ان اللي فرض نفسه النهارده هو علي معلول مش جيرالدو، واضح ان علي معلول هو اللي اشتغل بامكانياته وخلى جيرالدو يساعده في الحته دي مش العكس. انت ساعات اوقات كتيره جدا بيبقى مثلا لو رمضان صبحي اللي موجود هو اللي بيفرض نفسه هو اللي بيفرض الايقاع بتاعه، هو اللي بيفرض رايه وفكره داخل الملعب، ويبقى الباك ليفت هو يعني بيبقى شخصية مساعد او مساند بالظبط. لكن النهارده علي معلول شفناه انطلاقات رائعه جدا، اسيست رائع جدا للهدف الاول، برده عمل كورتين ثلاثه قبل وبعد الهدف، كان هيجيب جول كمان جداً، وكان هيسجل هدف برده الشوط الاول. فاداء الاهلي مجملا النهارده اداء رائع جدا، عجبني فايلر والتحرر اللي بيديه للعيبه النهارده يا اسلام، بيدي تحرر كبير جدا لكل اللعيبه في الملعب، حتى اللعيبه اللي خارجه، حتى اللعيبه النهارده اللي كانت مش موجوده جيرالدو واحمد الشيخ شايفينه النهارده برده في صوره جيده بالنسبه لناس كانت بعاد شويه عن الاداء بقالهم فتره. يعني